بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. نداء إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله. سيدي، أنا المواطن المغربي يوسف حجوبي البالغ من العمر 29 سنة، أقيم في المملكة العربية السعودية لمدة 4 سنوات لكسب لقمة العيش، وقد التحقت بالمملكة على كفالة الأمير الموقر بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، ووقعت عقد عمل عند مشغلتي حرمه الأميرة التونسية ماميا ميشكا. وبعد العمل لديهم لم أتقاضى رواتبي طيلة 5 شهور الأولى، وبعد المطالبة بالحقوق توصلت بمخالصة تنص على أنه لا حق لدي عندها، فتوجهت لمكتب العمل ومن ثم إلى إمارة الرياض، وحولت معاملتي إلى المحكمة الجزئية بتاريخ 1433 هجرية شهر 3 يوم 3. ومنذ ذلك التاريخ وأنا في مراجعات مستمرة، فأحيانا لا يحضر وكيل الأميرة، وأحيانا لا يحضر القاضي نفسه، وتؤجل جلسات بدون سبب، مع أنني لا أطالب إلا بتطبيق شريعة المتعاقدين الذي ينص عليه القانون في هذا البلد الأمين. سيدي، أدام الله عزكم، بسبب تعنت القاضي فقد طالت القضية وتجاوزت 3 سنوات ونصف من أجل تطفيشي عن مطالبة بحقوق خاصة، حتى وصلت عدد الجلسات إلى 14 جلسة، وآخرها بتاريخ 1436 شهر 5 يوم 26. صاحب جلالة، إنني أنا الضحية الوحيد، فقد أصبحت عالة على أسرتي، فلا يحق لي العمل لأنني مخالف لنظام الإقامة بسبب القضية، وها أنا ذا متنقلا بين السكن مع زملائي بالرياض العاصمة. سيدي، نصركم الله ونصرنا الله بكم. لقد طرقت جميع الأبواب بما فيهم السفارة والقنصلية للمملكة المغربية بالرياض، فلم أجد مساندة من أحد سوى أنه تم سجني لمدة أسبوع من طرف القنصل الحالي، وذلك لتمزيق ورقة زائدة على الطواف الإداري الذي مررت به طيلة هذه المدة، ولم أجد إلا تعاطف من طرف بعض إخوة السعوديين جزاهم الله بخير. سيدي أمير المؤمنين، أدام الله نصركم للمظلومين، أناشدكم وأنا على أمل في الله ثم في جلالتكم أن تسعوا في تفريج كربتي لرؤية أمي المسكينة التي تعاني الأمرين، الأول من عدم عودتي خلال انتهاء العقد الموقع عليه، وثانيا من الوقوف بجانبي في محنتي ماديا. سيدي حفظكم الله ورعاكم وجعلكم للحق ناصرين مؤيدين، أن تنظروا في قضية هاته منصفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم مواطن مغربي يوسف حجو.